الخطيرة يسترجع الكرة يلكاي تونكو كوندوغان في الربط بين الدفاع والهجوم. مارسيل شمانزر الدوري الألماني كوندوغان حركية كبيرة لأصفر بروسيا اللي وزع ليفاندوفسكي جول أصفر اللون أصفر اللون من أجمل ما يكون بروسيا الكبير الليلة مثير وقدير كرة ألمانية تعذب الكرة الإسبانية البارح برشلونة والليلة ريال مدريد اش الليلة يا بروسيا اش الليلة شوف الكرة وات أجمل صورة كرة للروبر ليفاندوفسكي وبيبي في مهب الريح ريال مدريد جريح جريح نار 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 روبر ليفاندوفسكي المتحدي البولندي المغوار ليفاندوفسكي دائما وابدا غدار هو شرار ليفاندوفسكي باجمل مشوار حوار داخل منطقه الجزاء وهذه كره رونالدو جول 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 المدمر رونالدو المدمر كريستيانو يضرب في الشباك الألمانية وعودة إسبانية الريال الريال بثوب الأبطال ريال مدريد يرجع من جديد حديد في حديد شوف الكرة مودريتش في التمهيد والهروب السريع أفوى من ماتسو مارس جونزالو إيغوين في النهاية رونالدو الفنان رونالدو الرسام ساحر الكرة في أجمل لقطة وأجمل صورة هو رونالدو تورنادو ماتسو مارس لا يفيد الندم ويأتي على جمهور البروسيا كل الندم بلازيكوفسكي على اليمين توماس وسامي خثيرة مرة أولى التمام والكرة جول 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 فعلا بروسيا فعلا بروسيا روبر ليفاندوفسكي أصفر اللون يرجع من جديد من أجمل ما يكون بروسيا بنفس الخبرة بنفس المعركة نسخة كربونية لهدف الأسبقية بروسيا المارد الأصفر هذه المرة يسجل ويكسر الجرة يورغن كلوب مرة أخرى يؤكد انتشاره التكتيكي كرة ألمانية تعذب الكرة الإسبانية مرة أخرى مشاهدينا رايس بلازيكوفسكي مرتد شمانزر شمانزر والكرة جول روبر ليفاندوفسكي بالثلاثية النارية الألمانية ليفاندوفسكي أمام هذه الجماهير النارية يأتي ثالث أسبقية نار 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 بروسيا في هذا المشوار ليفاندوفسكي يطير 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 ليفاندوفسكي القدير كرة في الزاوية 90 كرة في الدقيقة 55 تعطي لبروسيا كل المعركة شيء عجيب يا عمري شيء كبير يا عمري ليفاندوفسكي من نار في هذا المشوار يورغن كلوب المدبر المدمر يورغن كلوب بروسيا دورتموند مشاهدينا الكرام عادية يا ناس غير عادية ماريو كوتسي لماركو رويس وتهور من جابي ألونسو نعم تهور 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 موت جابي ألونسو مع ماركو رويس هل تأتي الرباعية يتقدم ليفاندوفسكي